احنا الحين في مستشفى راشد في قسم العلاج الطبيعي. هني المكان اللي انا بديت فيه وكنت اشتغل فيه. تعال تفضل معانا تفرج عليه. هني كانت غرفة العلاج الوظيفي، وهني كانت غرف العلاج الطبيعي الانفرادي، وغرفة العلاج اللي هو قسم الكهرباء للنساء. طبعا هني كان المشغل الرئيسي واللي هو معمل إعادة ترميم الأعضاء الاصطناعية اللي أنا كنت أشتغل فيه. تفضلوا معي. أنا الحين في مركز الأطراف الاصطناعية في مستشفى راشد، وهذا المكان وايد عزيز علي لأني هذا المكان أنا طلعت منه، ومن هني أنا بديت مهنة النحاتة الطبية، وكان التدريب كله في هالمكان، فوايد عزيز على قلبي.